مش هتصدقوا ازاي. ايه البداية الغريبة دي؟ ازيكم يا جماعة؟ احنا في كل القضايا اللي اتكلمنا عليها هنا دايما لما يكون فيها شخص مختفي كانوا بيدوروا عليه من خلال ان هم ينشروا صورته وكل تفاصيله، من اول البوسترات اللي بيعلقوها في الشوارع لانهم يظهروا في التلفزيونات والراديو عشان يتكلموا عنه، وحتى مرات الموضوع كان ممكن يوصل لانهم يحطوا صورته على علبة اللبن. ولكن الشخصية اللي هتكلم عليها النهاردة يعني اختفائها ممكن يكون مختلف شوية، عشان الشخصية من الاساس ممكن ما تكونش موجودة. بس عشان ما اطولش عليكم في الانترو كالعادة عندي طلبين، اطفوا النور وحطوا السماعات ويلا بينا نبدأ في القصة. يناير 1989، مدينة شيكاغو الأمريكية، حصلت حاجة غريبة جدا على قناة WMAQ التابعة لـ NBC. والحاجة دي حصلت قبل ما البث ينتهي على طول، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين التلفزيونات زمان مش زي دلوقتي، كان ليها مواعيد معينة وعلى اخر اليوم كانت بتقفل خالص عشان الناس تنام وتعرف تصحى لشغلها تاني يوم. بس في 14 يناير حصلت حاجة اول مرة تحصل في التاريخ، عشان في اخر دقايق قبل نهاية البث بعد ما كل البرامج خلصت ابتدوا يعرضوا مجموعة كبيرة من الدعايات لجمعيات ومؤسسات مختلفة، منهم مثلا اعلان مايكل جوردن الخيري عشان الناس تتبرع، وبعدها خلاص ابتدوا يشغلوا النشيد الوطني ويحيوا العلم الامريكي قبل ما البث يقطع بدقائق عشان كله بعديها ينام. ولكن فجأة البث يقطع قبل ميعاده ويظهر الاعلان ده. صورة شخص اسمه او اسمها جوانا لوبيز، ومن الواضح ان الشخص ده مفقود ومكتوب برضو تحت الصورة دي رقم. بس المرعب ان المنظر ده ما تعرضش لمدة ثواني او دقايق مثلا. في الواقع الصورة اللي انتوا شايفينها دي فضلت شغالة للصبح، ودي كانت اول مرة تحصل في تاريخ التلفزيون ساعتها ان بس قناة يفضل شغال عندهم لمدة 24 ساعة كاملة. والمشكلة حتى لو انتوا ركزتوا في الصورة تحس ان الشخص ده شكله غريب، وحتى مفيش اي معلومات تانية عنه على عكس الاعلانات التانية اللي كانت بتتكلم على ناس مختفية، عشان في الوقت ده في شيكاغو الدنيا كانت خطر جدا وناس كتيرة كانت بتختفي كل يوم، وحتى الناس كانت بتقعد في بيوتها قلقانة، وده اللي خلى الناس تتعود على شكل اعلانات الاختفاء، عشان في الاعلانات دي كان لازم يكون مكتوب كلام دقيق عن الشخص المختفي. زي سنه، طوله، وزنه، ولون شعره، واخر مكان اتشاف فيه لو المعلومة دي موجودة. ولكن من الناحية التانية الشخص ده مفيش اي تفاصيل حتى تبين اذا كان بنت ولا لا، وغير كده مفيش اي حد بيتكلم عنه او حتى موسيقى، مجرد صورة مرعبة وراها صمت ارعب. ولكن من الناحية التانية الموضوع ما كبرش قوي، عشان برضو في نفس الوقت اللي الصورة دي ظهرت فيها كان بيحصل اختراقات كتير للبرامج ساعتها. ولو انتم مش عارفين كان في حادثة مشهورة اسمها ماكس هيدروم، الحادثة دي حصلت مرتين في نوفمبر 1987، لما الراجل المقنع ده ظهر في قنوات معروفة في نفس اليوم، مرة الساعة 9 على قناة اسمها وانج تي في، ومرة الساعة 12 على قناة اسمها WTW. فعشان كده زي ما بقول لكم الموضوع ما كبرش قوي، وافتكروا ان هي غلطه او تشويش حصل في القناه زي ما بيحصل دايما. ولكن بعد سنتين بالظبط في 1991 الصوره ظهرت تاني. بس المره دي الصوره قعدت 10 ثواني بس، ومن هنا الناس استغربت اكتر، ازاي الاعلان ده زي ما هو؟ ازاي مفيش اي بيانات جديده عن البنت المختفيه دي؟ واشمعنى القناه دي بس هي اللي بتذيع اسمها؟ وليه دايما بتظهر وقت بس النشيد الوطني؟ طبعا الناس ابتدوا يدوروا اكتر ورا اللغز ده، وساعتها اللي اكتشفوه ان اسم جوانا لوبيز ده بيرجع لشخص ممكن ما يكونش موجود. بعد
بعد ما عدى سنين على الحوار ده وخلاص يعتبر الناس اللي شافت الاعلان ده نسيته، في 2015 نزل فيديو على قناة على اليوتيوب باسم The Museum of Classic Chicago Television، والقناة دي بتنزل فيديوهات ارشيفية للبرامج القديمة. وفي يوم 13 يناير 2015 نزلوا فيديو الاخبار اللي فيه جوانا، وطبعا زي ما احنا عارفين مجرد ما لغز نزل على النت الناس هتبتدي تدور وراه، وده فعلا اللي حصل لما في 24 يوليو 2021 واحد باسم كريس بوليجان شاف الفيديو ده على اليوتيوب وقرر انه يتكلم عن اختفاء البنت دي ويدور عليها بنفسه، وفعلا كتب بوست كبير على جروب على ريديت اسمه Unsolved Mysteries او بمعنى تاني الغاز غير محلولة. والجروب ده بينزل فيه دايما بوستات عن القضايا الغامضة اللي عمرها ما اتحلت، وعشان كده اسمه قضايا غير محلولة. والبوست اللي نزله كريس ساعتها كان بيتكلم فيه عن كل التفاصيل اللي يعرف يلاقي بيها البنت دي، وطبعا البوست ده اتشهر جدا ساعتها لدرجة ان الناس كلها ابتدت تدور على جوانا معاه. وساعتها بنت باسم Queen of Broken Hearts لقت اكتشاف غريب. الاكتشاف ده كان انها لقت الرقم اللي ظهر في الاعلان، والرقم ده لقيته في دليل اقليمي نزل في 1979. بس تخيلوا الرقم ده طلع رقم ايه؟ الرقم ده طلع رقم شرطة شيكاغو، وخصوصا رقم القسم بتاع الشباب والاطفال عندهم، وده معناه ان البنت اللي في الصورة دي بنت قاصرة، وده كان يعتبر اول خيط في القضية. وساعتها في ناس دخلوا على مواقع لسجلات الناس المفقودة حوالين امريكا وابتدوا يدوروا على اسم جوانا لوبيز في التقارير اللي اتكتبت في نفس الوقت اللي اختفت فيه، والنتيجة كانت ان في التوقيت ده في شيكاغو مفيش حد مفقود باسم جوانا لوبيز من اصله، وده خلاهم يفقدوا الامل عشان هم ابتدوا يحسوا ان جوانا شخص مش موجود اصلا. ممكن يكون كل ده مجرد نكتة رخمة حد عملها من سنين، وفعلا في ناس كانت مقتنعة بالفكرة دي لغاية لما واحدة تانية على ريديت باسم براود ايفنينج ستار جربت تدور عليها هي كمان بس بطريقة مختلفة شوية، والطريقة دي كانت ان هي تدور على ناس لقوهم متوفيين او مفقودين، ولكن الناس دي مش معروف لهم ولا اسم ولا عنوان ويعتبروا مجهولين الهوية. وهي فعلا عملت كده من خلال موقع دو نتورك. طبعا اللي ما يعرفش اسم جون دو او جين دو ده بيكون الاسم اللي الشرطة حطته الناس مش معروفة هويتهم، وبعد ما البنت دي دخلت على الموقع وحطت كل المعلومات اللي تعرفها طلعت البنت دي. وزي ما انتوا شايفين البنت دي توفت في 1994، والبنت فيها شبه من جوانا، وده اللي خلى ناس كتير تقول ان هي فعلا. بس كل ده بيتغير لما بنشوف خانة ظروف الاستكشاف اللي مكتوب فيها انه تم العثور عليها في زقاق خلف شارع شامبلين الجنوبي، والجاني اللي كان متهم بقتلها قال ان الضحية كانت شغالة كفتاة ليل، بمعنى انها ممكن تكون فعلا جوانا وممكن لأ برضو، عشان مفيش اي حاجة تأكد اذا كانوا هما نفس الشخص ولا لأ. بس ساعتها في حد على ريديت جات له فكرة، والفكرة كانت انه يحاول يحسن الصورة بالذكاء الاصطناعي ويشوف هيطلع له ايه، عشان لو طلعت شبه البنت دي يبقى خلاص كده تأكدوا ان هما نفس الشخص. ولكن بعد ما الصورة اتعدلت حوالي 6 مرات طلع معاه المنظر ده، يعني هو الشكل مختلف عن البنت اللي لقوها. ولكن الصراحة برضو عشان اسم جوانا لوبيز يعتبر لاتيني وممكن افريقي شوية مش بعيد ان تكون دي صورتها فعلا، ولكن دي برضو حاجة مش متأكدين منها. في ناس برضو حاولوا يتصلوا بالناس اللي كانت شغالة في القناة زمان لما نزلت صورها، بس ردهم كان ان عدى على الاعلان ده حوالي 33 سنة، وعشان كده من المستحيل يكون عندهم اي تقارير موجودة تساعدهم او تعرفهم اكتر عن جوانا. بس اللي عرفوه ان الاعلان اللي نزل في 1991 كان غلطة، عشان هم خدوا نهاية الشريط بتاع البث بتاع 1989 وحطوه في برنامج بالغلط، وعشان كده هم عرفوا يلحقوا الموضوع ويقطعوا البث بعد 10 ثواني بس. ولكن هم برضو وصلوا لمعلومة تانية غريبة، والمعلومة دي كانت ان في شخص هو اللي حط الاعلان ده، بس الغريب انه محطش رقمه معاه عشان يتصلوا بيه لو لقوا جوانا، ولكن هو حط رقم البوليس. وحتى الاذاعة ساعتها حاولت توصل للشخص ده كتير بس ما كانش في ايديهم اي معلومة تساعدهم، وده معناه يا جماعة ان الموضوع ممكن ما يكونش نكتة، ممكن يكون قاتل مثلا بيفتخر انه قتل البنت دي. دي برضو حاجة مش عارفينها، ولكن هي نظرية مرعبة جدا. بعد اسبوعين من الاكتشاف ده في شخص تاني على ريديت باسم Bending Bloodline عرف معلومة جديدة، معلومة ممكن تساعدهم ان هم يلاقوا جوانا. الراجل ده لقى كتاب الير بوك بتاع ثانوية غرب شيكاغو، والكتاب ده بس قبل ما اكمل للناس اللي ما تعرفش، المدارس بتعمله لدفعة معينة من اول سنة لاخر سنة عندهم، وبيبقى مليان صور وذكريات ليهم. ولكن الراجل لما شاف الكتاب ده شاف الصورة دي وحس ان في شبه ما بين صورة ريتشارد لوبيز اللي في الكتاب وصورة البنت اللي على التلفزيون. وساعتها طبعا الناس لما صدقت ان هم حسوا ان في علاقة ما بين البنتين دول، ولكن السؤال هنا كان لو دي فعلا جوانا
هي ليه مغيرة اسمها؟ وساعتها الناس اتصلوا بالمدرسة بتاعت ريتشل، ولكن هم لقوا ان البنت حضرت كل مراحلها المدرسية، بمعنى ان هي ما اختفتش في الفترة اللي ظهر فيها الاعلان. وطبعا مع المعلومة دي الامل اللي كان موجود جوه الناس ساعتها عشان يلاقوها اختفى، لغاية لما في 16 فبراير 2022 مستخدم جديد على ريدت كتب بوست بيقول ان هو احتمال يكون لقى جوانا. المستخدم ده كان بيقول في البوست بتاعه ان هو عرف يلاقي رقمها، ولما كلمها وقال لها اللي حصل الست دي اتخضت جدا عشان عمرها ما كانت تعرف حاجة عن الاعلان ده، وقالت له انها فعلا كانت مختفية في وقت ما في 1989، ولكن هي اختفت عشان كانت هربانة من بيتها، وحتى الاختفاء ما فضلش كتير عشان هما يومين ورجعت تاني. بس هي بعدها برضو قالت له معلومة غريبة، والمعلومة دي ان اهلها ما بلغوش البوليس او حتى بعتوا اي حاجة تخص الموضوع ده للقناة دي. فساعتها الراجل ده قال لها ان هو هيبعت صورة الاعلان عشان هي لو عندها الصورة الاصلية تبعتها له، وبكده يتأكدوا ان هم خلاص لقوا جوانا وخلصوا من اللغز الغريب ده. وفعلا الراجل ده بعت لها ايميل بصورة الاعلان اللي ظهر في التلفزيون من 1989، بس من بعد ما الصورة دي اتبعتت البنت دي ما ردتش عليه تاني، وكل الناس اللي متابعين الموضوع ده مستنيين لغاية دلوقتي ان البنت دي ترجع تتكلم. ولكن للأسف شكلنا عمرنا ما هنعرف إجابة السؤال ده، عشان هي بقى لها سنة دلوقتي مختفية وما نعرفش عنها اي حاجة. بس لسه في ناس لغاية دلوقتي عندها امل ان هم يلاقوا جوانا فعلا، مع انهم لغاية دلوقتي ما طلعوش من القضية دي غير بنظريات ممكن تكون صح او ممكن تكون غلط تماما. وهنا انا بوجه السؤال ليكم، تفتكروا جوانا فعلا موجودة ولا لا؟ ولو هي موجودة فعلا تفتكر انك تقدر تلاقيها ولا لا؟